لمزيد من المعلومات حول زيارة الرئيس شي جين بينغ للشرق الأوسط، ينضم إلينا اليوم في الأستوديو السيد شيلين المحلل الخاص بقناة السي سي تي في العربية. أهلا بك. حققت زيارة الرئيس شي جين بينغ لكل من السعودية ومصر وإيران نتائج مثمرة كما نعرف، وممكن لخص لنا ما هي هذه النتائج؟ من أهم النتائج التي حققتها زيارات رئيس الشي في الشرق الأوسط، أولا تم ترسيخ أو رفع مستوى العلاقة السياسية بين الصين وتلك الدول، حيث أقامت الصين مع كل من السعودية وإيران علاقة شراكة استراتيجية شاملة، وأصدرت الصين مع مصر منهاج تطبيقي لخمس سنوات حول تعزيز العلاقة الشراكة الاستراتيجية الشاملة. هذا المنهج سيلعب دورا نموذجي لتطوير العلاقة الصينية العربية وتعزيز التضامن والتعاون بين الصين ودول نامية ككل. وفي مقر الجامعة العربية ألقى رئيس الشي خطابا غنيا بالمحتويات يوضح فيه اتجاه التنمية للعلاقة الصينية العربية في الوقت الجديد. ثانيا، وقعت الصين مع دول الثلاثة عديد من وثائق التعاون العملي، حيث وقعت الصين مع تلك دول الثلاثة كل على حدة مذكرة تفاهم حول بناء حزام والطريق سويا، ووقعت الصين مع السعودية 14 وثيقة تعاون و 21 وثيقة تعاون مع مصر و 17 وثيقة تعاون مع إيران. هذه الوثائق التعاونية تضم مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة والمالية والاتصالات والفيضان والطيران والفضاء وتغير المناخ، مما يوسع ويعمق التعاون العملي بين الجانبين. ثالثا، دعم صيني لتنمية دول الشرق الأوسط وصل إلى مستوى جديد، حيث قال رئيس الشي أن الصين ترغب في بحث عن أسلوب تعاون سلة تضم نفط وقرض قروض ومشروع مع الجانب العربي، ومشاركة في بناء حدائق صناعية في الشرق الأوسط، وإطلاق برنامج شراكة تكنولوجية صيني عربي، وإنشاء القرض الخاص لدعم عملية تصنيع في الشرق الأوسط تقدر ب 15 مليار دولار أمريكي، وتقديم قروض تجارية وقروض ميسرة تقدر كل منهما ب 10 مليارات دولار أمريكي إلى الشرق الأوسط، وإنشاء صندوق استثمار مشترك مع الإمارات وقطر يقدر إجماليا ب 20 مليار دولار أمريكي. إضافة إلى ذلك، تواصلت الصين مع دول الثلاثة إلى أرضية مشتركة حول تعزيز تعاون التبادل الثقافي والتعليمي والصحي والإعلامي ومركز البحث والشباب. هذه التبادلات سيقدم ضمان هام للتبادل بين حضارتين صينية والإسلامية، ونشر السلام ومكافحة التطرف وترسيخ الدعم الشعبي بين الجانبين. كذلك قدم رئيس الشي أفكار جديدة حول دعم عملية السلام في الشرق الأوسط، حيث قدم اقتراحات صينية في خطابه في مقر الجامعة العربية حول أين يتجه هذا السؤال في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن اضطرابات الشرق الأوسط تعود جذريا إلى تنمية، وحل هذه مشكلة تعتمد على تنمية في نهاية المطاف، مؤكدا على اتخاذ الحوار كمبدأ الذهبي في حل تلك المشاكل. هذه هي تلخيص لأهم النتائج التي حققتها جولة رئيس الشي في الأخيرة في الشرق الأوسط. طيب، بشكل عام كيف تقدر أنت أهمية هذه الزيارات من قبل الرئيس شي جين بينغ الأخيرة إلى الشرق الأوسط؟ نعم، أولا يجب أن ننظر إلى ظروف لهذه الزيارات. الآن يشهد الشرق الأوسط تغيرات عميقة ومعقدة، حيث تأثرت السعودية بانخفاض المستمر لأسعار النفط وانخفاض المستمر الارتفاع المستمر للعجز المالي، فهي
إلى حاجة ملحة إلى تعديل هيكل اقتصادي. وعلى عاتق الحكومة المصرية الجديدة مهمة شاقة لدفع الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي. وعلى إيران مهمة تطوير تنمية الشاملة في البلاد، خاصة تنمية الاقتصادية بعد رفع المجتمع الدولي عقوبات المفروضة عليها. وفي الوقت نفسه ما زالت سوريا واليمن والعراق في حرب أو اضطراب. من جانب آخر أن الصين تواجه أيضا مشكلة مهمة تعديل هيكل اقتصادي وتحسين أسلوب التنمية الاقتصادية وتأقلم مع الوضع الطبيعي الجديد وغيرها من التحديات. ففي هذا الظل تأمل كل من دول الشرق الأوسط والصين في تعزيز التعاون ومواجهة التحديات وتحقيق فوز المشترك. وأن السعودية ومصر وإيران كلها تقع عند الطرف الغربي أو منطقة التقاء لحزام والطريق، وهي تعتبر شركاء تعاون الطبيعيين لبناء حزام الطريق سويا مع الصين. لذلك يوجد تكامل اقتصادي قوي بين الصين وتلك الدول، فتعزيز التعاون بين الجانبين يفيد لتحقيق التنمية المشتركة. في الوقت نفسه تلك الدول الثلاثة وغيرها من دول الشرق الأوسط تأمل في استفادة من خبرة الصينية لتطوير تسريع تنمية نفسها. إضافة إلى ذلك، الصين تهتم بحل المشاكل أو النزاعات في الشرق الأوسط، ودول المنطقة تولي أهمية متزايدة بدور الصين في حل تلك النزاعات وحلول الصينية في حل تلك النزاعات. لذلك يمكن القول أن زيارات رئيس الشي الأخيرة تأتي في الوقت المناسب وتتحلى بأهمية كبرى. ودور الصين كدولة كبرى في الشرق الأوسط لا يستهان بها، وهو عنصر إيجابي لضمان سلام واستقرار في الشرق الأوسط. السيد شيلينغ محلل خاص بقناة السي تي في العربية، شكرا جزيلا لك.